بالنسبه للمحور الاول الذي هو ورش تعميم التغطيه الصحيه، انتم تعرفون بان اكبر مدخل لاصلاح النظام الصحي هو تعميم التغطيه الصحيه الاساسيه، لانها هي التي تمكن من تخفيف النفقات على الاسر. اليوم كما تعرفون عند تقريبا حوالي 60% 62% تقريبا من نسبة التغطية الصحية، كانت 33% في الدراسة السابقة، مع عدد من البرامج التي وسعت من التغطية الصحية مثل برنامج الخاص بالطلبة مثل برامج أخرى، إضافة إلى برنامج المساعدة الطبية الرميد، زادت نسبة التغطية الصحية إلى 60%، ونحن نهدف إن شاء الله إلى أن نرفع هذه النسبة في القريب بإذن الله من خلال عدد من الإجراءات التي كثير منها شاركتم وساهمتم فيها. وأول إجراء هو الإطلاق الفعلي لورش توسيع التغطية الصحية لتشمل فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا في هذا المجال ديال محاربة البطالة، والهدف منه هو توفير الشغل الكريم للشباب، وخصوصا أن هناك 1.1 مليون شاب تقريبا كينتظروا يتوفروا على العمل. احنا قلنا بانه اولا التعليم الجيد والتعيين، وخصوصا التكوين المهني اللي كيمكن باش الواحد تكون عنده القدرات والكفاءات، والتعليم اللي كيمكن ليه يشتغل مباشره بمختلف النشاطات الاقتصاديه. جميع البرامج اللي درناها، البرامج النشطه الحمد لله زادت في هاد 2018 وفي البدايه ديال 2019، وهذا ادى الى انه على حسب الاش سي بي يعني المندوبيه الساميه للتخطيط نزلت نسبه البطاله بشكل نسبي واحد شويه، ولكن هو مبشر نزول اكثر، وحنا مستعدين باش ندعموا جميع المؤسسات اللي كتدعم الشباب باش يكون عنده القابليه للتشغيل. سي أبو درار، ما ورد حزب الأصالة والمعاصرة على المداخلات ديال رئيس الحكومة فيما يخص الصحة الشغل والتعاقد مع الجهات؟ على كل حال، فريق الأصالة والمعاصرة كعادته كان جد صريح وكان جد واقعي في يعني سواء الأسئلة والتعقيبات اللي طرحت اليوم على رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية. الواقع ديال الصحة يتحدث عن نفسه يعني بكل وضوح، ما يعانيه المواطنين في العالم القروي يعني في العالم الحضاري يعني اليوم نشهد تدني كبير لمستوى الصحة في ظل هذه الحكومة هذه، يعني عكس ما يصرح به، واخا رمضان هذا عكس ما يصرح به السيد رئيس الحكومة من أرقام لا تمت بالواقع بصلة. اليوم يعني المداخلة ديالنا كان فيها يعني إيضاحات، وكان فيها مطالبة بفتح تحقيق في الكثير من الاختلالات، وخص رئيس الحكومة يستجيب لهذا الشيء اللي طلب به فريق الأصل والمعاصرة. القضية ديال التعاقد ما بين يعني المركز والجهات، اليوم فريق الأصل والمعاصرة يطالب بتنزيل ما الامور اللي كاينه في الدستور وفي القانون، الاختصاصات خاصها تعطى بشكل يعني واقعي و 100% للجهات. كفانا هدرا للزمن، كفانا هدرا للوقت، ما يمكنش نبقاو دائما في موضوع لا تمركز ونضيعوا على 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 التنميه ديال المواطنين الكثير من الوقت. ما يخص الشغل، واقع البطاله يتحدث عن نفسه، رقم قياسي في البطاله. اليوم الا كان شي مخرج حقيقي لاننا نمشيو لمعالجه معضلة ديال البطالة، هو الاهتمام بالاستثمار بصفة عامة. ثانيا، ملائمة المنظومة التعليمية مع ما يتطلبه سوق الشغل. اليوم تلاحظوا باننا الجامعات يعني تتخرج لنا العاطلين على العمل، اذا كاين مشكل حقيقي في المنظومه التعليميه اللي خاص هذه الحكومه هذه تحمل المسؤوليه ديالها وتلقى حلول انيه لهذا المعضل. اليوم احنا في حاجه، والتشخيص اليوم واضح اننا في حاجه الى اعاده نظر في المنظومه الصحيه، اعاده نظر شموليه، لان اليوم ما بقاتش نهائيا تتواكب الواقع اليوم المغربي في جميع الاصعده. في الوقت اللي كانت هذه المنظومه واحد الوقت عطات نتائج مبهره، لان في ذاك الوقت كانت ملائمه مع المعطيات في ذاك الوقت الديموغرافيه والثقافية والصحة الإبيديميولوجية والولائية. اليوم مختلفة، ولكن المنظومة الصحية ما قدرتش تواكب. هناك مبادرات متفرقة ما عندهاش أثر،
وصعيب استشعار الفعاليه ديالها على ارض الواقع. والصحه ما كتقاش بالارقام بالكثر، لانها كتقاس بالاثار اللي كيحس به المواطن والاطمئنان اللي كيحس به المواطن على الصحه ديالو والصحه ديال الابناء ديالو. فاليوم مع الاسف مازال ما تنشوفوش مازال ما تنشوفوش داك الشجاعه الكافيه رغم الضغط ديال المواطنين والراي العام اللي هذا، والتشخيص وحتى النداءات والخطابات الساميه ديال صاحب الجلاله اللي ما مره دعت انها اعاده النظر في النموذج الصحي ديال الحالي.